بسم الله الرحمن الرحيم، الإخوة والأخوات، نقدم لكم آخر المستجدات المتعلقة بالمعطيات الوبائية لجائحة السارس كوف 2 في بلادنا. فخلال 24 ساعة الأخيرة سجلت على المستوى الوطني 903 ديال الحالات الجديدة، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة في بلادنا إلى حدود هذا الوقت إلى 53252 حالة، أي بمعدل إصابة تراكمي يساوي 146.6 لكل 100,000 نسمة، علما أن المعدل العالمي للإصابة حاليا هو 303.7 لكل 100,000 نسمة. توزع الحالات 903 الجديدة حسب جهات وأقاليم وعمالات المملكة كما يلي: جهة الدار البيضاء 6290 حالة، من بينها 261 حالة بالدار البيضاء الكبرى، 14 بالنواصر، 5 ببرشيد، و5 بديونا، 3 ببن سليمان، وحالتان بالمحمدية. جهة مراكش أسفي 159 حالة، من بينها 71 حالة بمراكش، 52 بقلعة الصراغنة، 20 بالصويرة، 12 باليوسفية، وأربع حالات بالرحامنة. جهة فاس مكناس 138 حالة، من بينها 77 حالة بفاس، 33 بمكناس، 15 بإفران، 7 بتازة، 3 بصفرو، 2 الحالات ببولمان، وحالة واحدة بمولاي يعقوب. جهة بني ملال خنيفرة 103 ديال الحالات، من بينها 79 حالة ببني ملال، 14 حالة بالفقيه بن صالح، 8 بخنيفرة، وحالتان بخريبكة. جهة الرباط سلا القنيطرة 81 حالة، من بينها 35 حالة بسلا، 23 حالة بالقنيطرة، 16 حالة بالرباط، 6 حالات بالصخيرة التمارة، وحالة واحدة بسيدي قاسم. جهة درعا تافيلات 34 حالة، 26 حالة بورزازات، 6 بزاكورة، وحالتان بتمغير. جهة طنجة تطوان الحسيمة 31 حالة، من بينها 7 حالات بطنجة، 6 حالات بكل من تطوان والعرائش، 5 حالات بشفشاون، 3 حالات بالمضيق الفنيدق، 2 الحالات بالحسيمة، وحالة بكل من وزان والفحص أنجرة. جهة سوس مسة 30 حالة، من بينها 25 حالة بأكادير إدا وتنان، 4 حالات بإنزكان أي تملول، وحالة واحدة بتزنيت. جهة الشرق 24 حالة، 11 حالة بوجدة أنكاد، 8 الحالات بكرسيف، و5 الحالات ببركان. ثم جهة الداخلة واد الذهب 13 حالة، كلها بمدينة الداخلة، فيما لم تسجل ولله الحمد أي حالة بجهتي العيون الساقية الحمراء وقلميم واد نون. إذن هذا هو التوزيع الجغرافي ل 903 ديال الحالات اللي تسجلوا في هذه 24 ساعة الأخيرة. في مقابل ذلك تم استثناء 20207 ديال الحالات من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة في بلادنا إلى حدود هذا الوقت إلى 1,726,728 حالة مستبعدة. للأسف الشديد سجلت 32 حالة وفاة جديدة بسبب هذا الفيروس، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات المسجلة في بلادنا إلى حدود هذا الوقت إلى 920 حالة وفاة، رحمهم الله جميعا. ويبقى معدل الفتك يساوي 1.7%، مع العلم
على أن المعدل العالمي يساوي 3.4%. الحالات 32 سجلت بكل من حالات الوفيات سجلت بكل من مراكش 11 حالة وفاة، 5 حالات وفيات بالدار البيضاء، 4 بفاس، 3 بتطوان، 2 حالات وفاة بطنجة ومثليهما بالرباط، وحالة وفاة بكل من سالة، برشيد، قرسيف، قلعة صراغنة ومكناس. ولله الحمد والشكر تعافى من المرض في 24 ساعة الأخيرة 1135 مريضا، ليرتفع إجمالي المتعافين من هذا المرض في بلادنا إلى حدود هذا الوقت إلى 37478 متعافين، أي بمعدل تعافي يساوي 70.4%، مع العلم على أن المعدل العالمي يساوي 68.2%. ومنه فإن الحالات النشطة تساوي في بلادنا إلى حدود هذا الوقت 14854 حالة نشطة، أي بمعدل 41 لكل 100 ألف نسمة. دائما نفس الجهات هي اللي فيها أكبر عدد من الحالات النشطة، وتبقى جهتان فيهما أقل عدد من الحالات النشطة، وهما جهتي العيون الساقية الحمراء 64 حالة نشطة، وجهة قلميم ودنون 41 حالة نشطة. نختم بالحالات الخطيرة أو الحرجة، والتي بلغ عددها إلى حدود قبيل قليل 170 حالة خطيرة أو حرجة بمختلف أقسام الإنعاش والعناية المركزة بمستشفيات المملكة. من بين هذه 170 هناك 33 حالة تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي. كان هذا آخر رقم نقدمه في هذه الحصيلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.